اهدى يا استاذ، اهدى شويه. مش هقعد زي ما انتم موظفين، انا كمان موظف ومسؤول. 15 مليون مواطن في البلد اللي بقدم لهم خدمات. انا شغلي في كل حته، في البيوت، في الشركات، في المصانع. هنا كمان زي ما بشوف مصالح الناس لازم حد يشوف مصالحي. انا مش طالب اكتر من حق، انا معتصم هنا لغايه ورقي يضيعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت فاكر نفسك فين يا جدع انت؟ اتفضل غور من هنا قبل ما اوديك في 60 داهيه. انت لو خلصت لي شغلي هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجه وقتها. الصلاه اللي تعطل الشغل صلاه باطله. ها؟ انت كمان بتهاجم على الصلاه يا عدو الله؟ انت ايه؟ ملتك ايه؟ ديانتك ايه؟ انت كافر؟ انت باي حق بتفرج؟ ما نحن مريضين ومله دلوقتي، ولا انت حتى بتغوش وخلاص؟ انا بغلوش، انا بغلوش. انت بتسوقني؟ طب انا بقى هوديك في ده. صلاه العصر بتاعتك ان شاء الله هتكون في النيابه. دخولك السجن ان شاء الله يكون على ايديا. اعتداء على موظف اثناء تعدية عمله. البوليس، انت عين الامن، الامن والبوليس، البوليس والامن. على المجمع. طب استنى استنى شويه. قول تاني قول تاني. كلام ايه ده بس يا سياده اللواء؟ يستولوا على المجمع؟ ده المجمع فيه الحكومه والدوله كلها. غريبه. الواحد ما يهداش باله ولا نص ساعه في اليوم. مفيش خبر حلو يوصلني؟ موعود انا بالمصايب والحرايق والسطو المسلح والارهاب. كان الله في العون يا معالي الباشا. الكل عارف يا فندم ان حمل سعادتك كتير. ايوه، في وزراء غيري قاعدين في مكاتبهم بيسمعوا مزيكا وبيطلعوا في التلفزيون اكتر من المطربين. ما تنساش سعادتك يا باشا ان البلد كلها امانه في رقبتك. ايوه في رقبتي. بلغوا الامن المركزي وامن الدوله والمطافي وكل الاجهزه. أوامرك يا سعادة الباشا.
وفي ايام كده بتيجي ما يعلم بها الا ربنا. استاذ احنا مالناش ذنب، وبعدين هنروح في رجلين ليه بس؟ احنا ورانا عيال عظيم ربيها. انا شاهد، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة انا شاهد، كان غصب عنك. يعني يا ابني عشان ما توديش نفسك في داهية. خلاص. ما بقاش ينفع. ولا حتى الشهادة بتاعتك تنفع. الحكومة ما تعرفش حاجة اسمها غصب عني. خلاص. وان شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقه؟ انت تهرس خالص. انت السبب في البلوه دي، سجن ولا مشنقه؟ الحكايه دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض، انا معاك مش عليك. اذا كنت طهجان قراط انا طهجان 24. سبحان الله غير الاحوال. قصر في الكلام، عايزين كمان كم واحده زي دي. وعزه الله ما فيه ولا واحده الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني عشان تنزل وما تعودش تاني. فوت فوت. حصرت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة عتبقى ولا نار جهنم. اسمع بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد افندي، انت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة.
ده انت يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقول لك ايه؟ حرص قوي، خلي بالك على الاخر. اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه، ها؟ الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. ولا خطوة زيادة. انت مين؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب ثلاثة بالله العظيم حبيب، انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجة تنكد على الباشا سيادة اللواء انا فيها جوه منه، هي موتها والله. انت قاعد تشتغل مع انهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر؟ ما المتجمع مليان لواءات زي الفل، ما التقتش الا ديه وتقع معاه. ده انت معاك حق تعمل اي حاجة. سلموا سلاح اني ضنه. تعال خد لك موقع احمي المؤخرة. وفين المؤخرة دي سيادة؟ المؤخرة اكيد ورا. يلا نازله هربانه من ال13. بعيد عنك بوليس الاداب قبضوا عليا الظلم. قال ايه؟ انا عضوه في شبكه. ده انا اموت اموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟